مساء الخير حبايبي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الحبايب اليوم مسين مصبحين ومسين وكل خير. حبايبي اليوم الفيديو تبعتي رائع رائع جدا للخوات اللي عندهم شعر بالذقن او بالشوارب تبعت النساء، رائع جدا. او حتى لو كان بالبشرة ممكن يستعمل المناطق الحساسة، كل وحدة وحسب ما حابة. بتقولي حرام، بتقولي ما بعرف ايش، هذا الشيء راجع عليك. طيب هذه الطريقة رائعة رائعة جدا لإزالة الشعر من الذقن، ان شاء الله لو استعملتي 30 يوم متتالية راح اشوفين انه خف عندك 90%. عن كل وحدة عن وحدة تفرق، يعني كل وحدة رح أشوف الفرق عن الثانية أكثر. زين، كيف قبل ما نبدي بالماسك وقبل ما نسوي أي إشي نبلش منطقة الذقن والوجه كله كله بالذات، نبدي نقشره تقشير رائع جدا عشان يتقبل الماسك اللي راح نسوي. بعد ما قشرتي وجهك او شيل الشعر وبعدين قشري، هذا الشيء راجع لك. لازم تشيلين الشعر من الجذور، من الجذور تشيليه من الجذور تبعته. بعد ما شلتي الشعر من الجذور قشرتي وجهك، شلتي الشعر من الجذور، راح تبلشين نسوي الماسك ونعمل طريقة كمان احكي لكم الزيت اللي راح تستعملوه لهاي المنطقة اللي راح ان شاء الله شو نقول نحاول نقتل الجذور تبعت هاي المناطق ونخلي الشعر يطلع عادي زي اي وجه بنت او انسة او مرة يطلع عادي. يعني حننعم الشعر بهاي المنطقة، نخليه شعر طبيعي مثل باقي النساء. اليوم طريقتي طبعا ما بدي اطول عليكم، شفتوني كما ما احط لكم الالوفيرا، يعني في الوفيرا. يا ريت حبايبي الالوفيرا النبات، اذا ما عندك النبات وتجيبيه من اي مكان ومكتوب عليه 100% وما نفع، مش انا المسؤوله، هذا الشيء راجع لك، انه الغلط يكون من عندك ومن عندي اختي العزيزه. راح ناخذ وحده من الالوفيرا ونقطعها هيك. طبعا كتبوا لي خواتي يقولوا لي يا ام يوسف احنا وحده من الالوفيرا، حاول اغسلها. الالوفيرا مدى تعيش عندنا، مع اني حاطتها في اخت تكتب لي حاطتها جوا، اذا تخليها جوا تخليها جنب الشباك، يوميا الصبح تفتحين الشباك تخلين تتهوى، ما بتكتمي عليها لان الجو بارد، ممكن تطلعيها برا من تطلع شمس تطلعيها تتهوى. يا ريت تخلين عليها قشور البيض، رائع جدا قشور البيض. راح نفتحها هيك الالوفيرا، راح نحتاج حبايبي تقريبا ملعقة اكل من الالوفيرا، ملعقة اكل من الالوفيرا راح نحتاج. الالوفيرا رائعة جدا، ليش رح نخليها احنا؟ احنا الالوفيرا بتقوي الشعر وتسمكه وتخليه يصير ناعم، بس انا هون خليتها عشان ينعم المنطقة تبعت الذقن، ينعم منطقة الذقن عشان الشعر يصير فيها كثير ناعم. احنا شور رح نبعده تدريجيا، رح يكون ليش قلنا 30 يوم نستعمله، يوميا رح نستعمله عشان بهاي الفترة 30 يوم ان شاء الله تحصلي على شعر ناعم. يوميا حاولي تسوي الوصفة اللي تسويها هسه اللي انا بدا اسويها، تكفيكي المدة 5 ايام. زين كل 5 ايام جدديها، سوي غير زين، حطيها بعلبة هيك قزاز، ما بيصير حتكتبولي أكيد بيصير نسوي كمية كبيرة، لا ما بيصير تسوين كمية كبيرة، سوي كمية لتكفيكي مدة 5 أيام مش أكثر حبايبي. طبعا هاي الألوفيرا مع إنها تطلع من ألمانيا بس كلش تعجبني، رائعة جدا حبايبي. راح نسوي الألوفيرا نخليها تصير ناعمة كثير، يعني نسويها مثل الكريمة زي ما انتم شايفين سويناها مثل الكريمة. هاي
طلعوا هذا الالوفيرا الصحيح، هاي ما ينباع عندنا بالمانيا بالليدل. انا اشتريتها من الليدل، اشتريتها من شهر تقريبا السابع. هذا هو، راح نخلي حبايبي هون معاه شو، راح نخلي معاه الالوفيرا، راح نخلي معاه ملعقة صغيرة من البيكربونات السوداء، ملعقة صغيرة من البيكربونات السوداء اللي تنباع بالمحلات وبأي سوبر ماركت، ملعقة صغيرة من البيكربونات السوداء زي ما انتو شايفين. وراح نضيف معاه كمان تقريبا ملعقة من الماء او ملعقتين المي هنا. هسه بحكي لكم مو ضروري احنا شلون نضيفوا معاه هنا ملعقتين، وراح نشوف بعدين ويا الكريم شلون راح يصير. طلعوا هاي الالوفيرا مع سودة الخبز زي ما انتم شايفين حبايبي. هسه شو راح نخلي حبايبي هون؟ سودة الخبز ملعقة صغيرة جدا، راح نخلي يعني شو اقول لكم بطرف الملعقة الصغيرة ملح، هيك رشة ملح صغيرة، شوفوا طرف الملعقة الصغيرة، هاي الملعقة الوسط طرف الملعقة الصغيرة يعني نصف ملعقة، راح نضيفه مع شو؟ مع طبعا هذه المواد انا مسويتها لا تخافون، زين كلها شوفوا السوداء مع الالوفيرا مع حبايبي سودة مع الالوفيرا مع الملح، ملح الطعام العادي وملعقتين مي. طلعوا شلون صار، هذا هو القوام اللي صار فيه. شو راح نسوي هسه حبايبي؟ راح نحاول هسه ناخذ ملعقة طحين، طبعا انا ما احب حتى لو انتم ورا الكاميرا وما تعرفون شو، انا ما احب ما ابغى احكي لكم. هون راح ناخذ انا خليت طحين ما عندي، انتو لازم تسووا، حتقولوا لي في معلش نحطه زيك طحين، لا مو معلش، انا الطحين ممكن اذا حبته للبشره مبيض ويشد وينعم البشره حط طحين عادي، يعني ما له علاقه بال شو نقول بهاي الوصفه، ما له علاقه بالشعر. اذا حابه بزيل الشعر الترمز المر، طحين الترمز المر، اهل العراق كثير حكولي ما موجود وهيك، الحمص المر، العفو المر، الحمص العادي البليل اللبلبي اللي احنا ناكله بالعراق، الحمص حبايبي، الحمص اذا طحين الحمص، اذا ما عندك حبايبي اذا ما عندنا الترمز المر، ملعقه كامله، ملعقه كامله. انتوا انا هون عفوا حطيت ملعقه كامله، تحطي ملعقتين 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 من طحين عشان يكفيكي مده 5 ايام، ملعقتين من طحين الحمص او من الترمز المر، ملعقتين اكل، الكمية هاي كافية. طيب كمان ممكن تزيدين كمان مثلا هنا هون تزيدين قليل من الالوفيرا، ما في مشكلة، يعني الالوفيرا ابدا ما راح تغير، بس الملح والكربونات خلوها نفس المقادير. هسه راح نضيف حبايبي ملعقة من الكركم، الكركم هون ضروري جدا، راح نضيف ملعقة صغيرة من الكركم، ملعقة صغيرة من الكركم، ملعقة صغيرة من الكركم. يا ريت الأخت اللي دايما تكتب معي تكتب هيك زي ما انتم شايفين حبايبي. هون حطينا طحين، طيب انتم تحطون طحين الترمز المر او المطحون يعني، او تحطون الحمص. طلعوا بعديها شو راح نسوي، نجيب هذه الوصفة كل هذا ونخلطه هون، حاول كلها خلطه هون زي ما انتم شايفين حبايبي، وراح احاول كلها اجمعها مع بعض. طلعوا كلها ينجمع مع، قلت لكم المي شلون نقول عينك ميزانك، حابين نسويه طلعوا هيك، لا المي نسويه كريمي، يعني انت ضيفي شويه شويه مي بس، شوفي صار كريمي خلاص.
زي ما انتم شايفين حبايبي هيك رح يصير. طلعوا هيك رح يصير. كيف رح نبدي نستعمله؟ قشرنا وجهنا زي ما حكينا. بعد ما قشرنا وجهنا نجيب زيت اللافندر حبايبي. زيت اللافندر، زيت اللافندر ضروري جدا حبايبي. زيت اللافندر شو بتسوين؟ تاخذين نقطة واحدة من زيت اللافندر والمكان اللي فيه الشعر، حاولي إذا كتير عندك قوي أخذي نقطة مع هيك نقطتين من المي ومسحي هيك على مكان الذقن، هيك مسحي على مكان الذقن مع التدليك. طيب بعد ما زلنا الشعر وكل اشي مع التدليك، وظلي دلكي فيه وسيبي سيبي زيت اللافندر على بشرتك لا تغسلي. بعديها مباشرة راح نجيب الكريم تبعتنا ونخليه وين؟ بدون ما نغسل الزيت، زيت اللافندر ما نغسله. بعديها نجيب ونحط الكريم تبعتنا اللي احنا سويناه هذا. طيب راح نخليه على المكان المصاب، ممكن نحطه على الوجه بالكامل، هو كمان يشد رائع جدا للشد وتبييض البشرة ولا أروع منه. بعد ما سويتيه حبيبتي غسلي وجهك كالمعتاد زي ما انت متعودة. كل أنا عارف هاي المنطقة كل يومين ويوم الثالث أو الرابع يطلع يرجع الشعر، كل ما شفتي الشعر طلع سحبيه، لا تخليه سحبيه، ظلي مدة شهر تستعملي الزيت اللافندر، تستعمليه قبل الماسك، قبل الماسك حبايبي تستعملين زيت اللافندر، ما عندي بديل. قبل الماسك نستعمل زيت اللافندر زين، نحطه مدة على الأقل ساعة، خلينا نسيب اللافندر على هاي المنطقة، بعديها نحط الكريمة نصف ساعة ونغسل وجهنا كالمعتاد. هذا هو حبايبي الفيديو تبعتي، يستعمل لمدة شهر. هذا اليوم الفيديو تبعتي، أتمنى أنه ينال رضا الجميع، وأتمنى من عندكم حبايبي أنكم تعملونا لايك وشير واشتراك، ودائما حبايبي اتفعلوا الجرس عشان يوصلكم من عندنا كل جديد. ومع السلامة.